أيضا من الأدوية النبوية العجيبة التي وقفت عليها في كتاب الطب النبوي للإمام ابن القيم رحمه الله، واستند فيها إلى حديث صحيح مشهور، وهو ما يسمى الآن بالعلاج، علاج الفقرات الظهر، واسمه عرق النسا. عرق النسا هذا عبارة عن ألم في فقرات الظهر السفلى، وينزل بألم شديد في إحدى في الورك الأيمن أو الورك الأيسر، اسمه عرق النسا. النسا هذا له علاج نبوي عجيب، وقد وصفته أيضا لبعض إخواننا وكان لا يستطيع أن يمشي، يعني ذكروا لي أنه لما سمع هذه الوصفة، ذكرتها في محاضرة عابرة، وكان هذا الرجل عنده ألم، هذا الألم الشديد، كان يمشي ويجلس، يمشي ويجلس، لا يستطيع أن يواصل المشي. فلما استعملها الآن يقولون بأنه بفضل الله يذهب ويأتي بدون ألم. وبعض الناس لما استعملها وربنا شفاه قال بأن أي إنسان عنده ذلك سيشتري له هذا الأمر مجانا، وهذا الشيء مجانا. ما هو علاج عرق النسا؟ علاج عرق النسا تأتي بألية شاة أعرابية، نعجة أعرابية، ليست النعجة اللي ليتها كبيرة، النعجة العادية الأعرابية التي ترعى في الجبال، تكون ليتها صغيرة جدا، يمكن ربع كيلو أو أكثر قليلا أو نصف كيلو. ألية شاة أعرابية، لية شاة يعني، تقسمها ثلاثة أقسام، كل يوم تذيبها في النار وتأخذها على الريق ثلاثة أيام، ساتك إسهال وكذا، وهذا الإسهال مقصود، فضل الله ينتهي هذا عرق النسا، ينتهي ألمه تمام بفضل الله عز وجل. والدليل على ذلك ما رواه ابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علاج عرق النسا ألية شاة أعرابية تجزأ ثلاثة أجزاء وتؤخذ على الريق ثلاثة أيام. هذه وصفة نبوية كريمة يمكن أن يستخدمها أي إنسان. أيها الأحباب الكرام، فاصل.